وسن فيه المسح للأذنين بما جديد من كلا الوجهين، وقيل يجزي فيه ماء الراس، والأول الراجح في القياس، أي أن من سنن الوضوء مسح الأذنين. وفي مسح الأذنين مسائل: ما حكم مسحهما؟ خلاف. بعض العلماء قالوا حكم مسح الأذنين الوجوب. لماذا؟ لأن الله أمر بمسح الرأس في آية المائدة: وامسحوا برؤوسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندنا في المسند يقول الأذنان من الرأس، امسحوا برؤوسكم، وفي الحديث الأذنان من الرأس، فوجب مسحهما. وقال بعض العلماء بل هما من سنن الوضوء وليستا من واجباته. القول بأن مسح الأذنين من سنن الوضوء هذا الذي عليه أكثر علمائنا، ولا أعلم أحدا شدد في حكم مسح الأذنين كأبي سعيد الكدمي رحمه الله من علماء القرن الرابع مزامن للشيخ بن بركة. أبو سعيد يشدد جدا في مسح الأذنين، وكأن مذهبه ورأيه وجوب مسح الأذنين. فقيل بالوجوب وقيل بأن مسح الأذنين سنة. ولما نقول الفعل الفلاني سنة إيش يعني؟ هل معناه أن من مسح فله ذلك ومن لم يمسح فلا ما عليه بأس؟ لا، وإنما معنى ذلك أن من أحرم ثم تذكر مثلا في صلاته أنه لم يمسح مسنونا من مسنونات الوضوء، أو لم يفعل مسنونا من مسنونات الوضوء، فإنه يمضي في صلاته ولا بأس عليه. لا، بخلاف ما إذا تذكر أنه لم يمسح الرأس أو يغسل الوجه أو لم يفعل فريضة من الفرائض المجمع عليها، لأنه إن تذكر أنه لم يغسل يده في الصلاة يخرج من صلاته، لكن إن تذكر أنه لم يتمضمض أو لم يستنشق أو لم يمسح أذنيه يواصل صلاته. هذه الفرق بين سنن الوضوء وفرائض الوضوء. فمسح الأذنين قيل بوجوبهما وقيل بأنهما سنة. ومن المسائل المتعلقة بمسح الأذنين أيضا: هل هما من الرأس فيمسحان معه؟ والمسح للأذنين بعد الرأس، يقول الشيخ السالم رحمه الله، والمسح للأذنين بعد الرأس، والبعض قيل رافع للباس في الجوهر، فماسح من أذنيه البعض لا يلزمن بفعل ذاك نقضا. فالأذنان قيل هما من الرأس فتمسحان مع الرأس، بعد ما يمسح رأسه يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وهذا الذي عليه العمل عند الأكثر. وقيل هما من الوجه، هما من الوجه، وهذا الذي عليه الشافعي وقال يغسلان معه. وقيل بأن ظاهرهما من الرأس فيمسح وباطنهما من الوجه فيغسل. والإمام الربيع رحمه الله له رأي مهجور في هذه المسألة. الإمام الربيع يقول بأن ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه، بيد أنه يمسح ظاهرهما مع مسح الرأس ويمسح باطنهما مع غسل الوجه، وخالف مذهب القائلين بأنهما من الرأس أو من الوجه. الذين قالوا بأنه من الوجه قالوا يغسل ظاهرهما وباطنه. والذي عليه العمل أنهما يمسحان مع الرأس. المسألة الثالثة: هل يجدد لهما الماء
أم يمسحان بماء الرأس؟ وقيل يجزي عندكم هنا في النظم، وقيل يجزي فيه ماء الرأس. إيش قال؟ والمسح للأذنين ثم العنق ومسح ذي عليه لم يتفق. إيش قال؟ وسن به مسح الأذنين، والمسح للأذنين إيش؟ وسن فيه المسح للأذنين بما جديد من كلا الوجهين، وقيل يجزي فيه ماء الرأس. والأول الراجح في القياس، إيش هو الأول؟ أنه يجدد للأذنين الماء. هذا الذي هنا رجحه الشيخ تبعا للأصل. من هو الأصل؟ يوم هنا عندك في المدارج يقول والأصل، من يقصد بالأصل؟ يقصد أبا إسحاق إبراهيم بن قيس بن سليمان، وأنشأت بين الورى تسليما والفضل للإمام إبراهيم. الأصل هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي صاحب مختصر الخصال. لكن في الجوهر ولا يجوز في الصفات الأصل. الأصل من يقصد الأصل هناك في الجوهر؟ الشيخ سالم بن سعيد الصائغي، هناك الصائغي. فالصائغي بأبي محمد في لفظة الهروب كان يقتدي. فالصائغي هنا الأصل، لا هنا الأصل الشيخ أبو إسحاق. فالأصل هو الذي قال في مختصر الخصال بأن الأذنين يجدد لهما الماء، وتابعه في نظمه. لكن الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه على الجامع، وراجعوه في شرح الجامع، قال بأن الصحيح أنهما يمسحان بماء الرأس. المغاربة، علماءنا المغاربة يعملون بهذا، يكاد ما يوجد عندهم إلا هذا، أن تمسح الأذن بماء الرأس، بينما فقهاءنا المشارقة يجددون الماء. لكن حديث الأذنان من الرأس دال على أنهما يمسحان مع الرأس. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين على كل حال. في المسلم عندنا موجود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنه بغرفة واحدة، وعندنا أيضا أنه جدد لهما ماء جديدا. المسألة الأخيرة للتعلق بمسح الأذنين أيضا، لو ترك بعضها، لو لم يستوعب المسح كل الأذن، صحيح الوضوء ولا لا؟ هذا الآن تقدم في كلام الشيخ السالم رحمه الله. والمسح للأذنين بعد الرأس لا، أنا أتكلم عن الجوهر، أنا في الجوهر. والمسح للأذنين بعد الرأس، والبعض قيل رافع للباس، كذا يقول في الجوهر، أي مسح الأذن يعني. والمسح للأذنين بعد الرأس، والبعض قيل رافع للباس، أي من مسح بعض أذنه وترك بعضا لا بأس عليه. ولكن دائما نحن نفعل الأكمل. وسن فيه المسح للأذنين بما جديد من كلا الوجهين، وقيل يجزي فيه ماء الرأس. والأول الراجح في القياس.